بتأسف لكل طبال وكل عازف. صب شاكوش ده مش كلام. ضجة وجدل في جلسة التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي. لكن ما تقوليش بنتك تطلع رقصة. لا ضجة وجدل ومشاحنات بالشكل ده كانت الأجواء امبارح في نقابة المهن الموسيقية في مصر مع وصول حسن شاكوش ورضا البحراوي لحضور جلسة تحقيق بتتعلق بخلافهم الأخير والتجاوزات اللفظية اللي عملوها اتجاه بعض. ونتج عن التحقيق ده قرار بوقف رضا البحراوي شهرين عن الغنى وسحب تصريح الغنى السنوي من حسن شاكوش لأجل غير مسمى. وباين ان القرار ده وصل لإلهام سعيد اللي ما نسيتش خلافها مع حسن شاكوش فكتبت بوست امبارح بالليل قالت فيه يمهل ولا يهمل اصل حسبي الله ونعم الوكيل دي قويه قوي قوي قوي. اما ردت فعل حسن ورضا على القرارات دي في حقهم فكانت واضحه قبل ما تصدر. واي تي بالعربي كان في النقابه خلال نقاط جلسه التحقيق للطرفين. انا راضي بقرار النقابه وان شاء الله خير وانا واثق في قرار النقابه ان شاء الله والحمد لله على قد كده. انا دلوقتي جيت النقابه وانا يتم ايقافي ما يتمش ايقافي ده في ايد النقابه اللي هم عايزينه القرار اللي هم عايزينه انا موافق عليه وانا راضي باللي ربنا يكتبه لي. وده اللي شفناه من 3 ايام في ختام حفلات الصيف في الساحل الشمالي لما كان بيغني من غير مايك وبيرقص مع الجمهور بعد القرار المؤقت السابق بوقفه هو ورضا البحراوي لمده شهر لغايه انعقاد التحقيق. النقابة وقفاني انا بحترم القرار النقابة ليها ان هم ان انا ولا امسك مايك ولا اطلع على الستيج تمام انما انا جمهوري ناداني رحت واقف كنت واقف على الترابيزه كمان مش واقف على الستيج كنت واقف رحت طالع رحت مسلم على جمهوري ورحت ايه رقصت معاه شويه وخلاص انما انا محترم قرار النقابه. بس حسن شاكوش بيواجه مشكله تانية بعيدا عن وقفه عن الغنى نهائيا فهو بيخضع لتحقيق تاني بسبب جمله سببت غضب كبير لما قالها على الستيج خلال ازمته مع رضا. عندي شعبة في مجموعة كبيرة منهم موجودة النهاردة مقدمة شكاوي في حسن شاكوش فيما صدر منه في الفيديو بتاعه فده قيد تحقيق تاني ودنيا تانية وموضوع تاني. أنا بوجه رسالة للناس اللي هم الطبالين أنا ده كان قصدي في الفيديو إن لما الأب بيسيب البيت سايب البنت بتطلع يعني ممكن خلاص انما انا قصدي ماليش دعوه بالطبال نفسه ودي كانت ساعه غضب وانا طبعا عمرها ما هتتكرر تاني وانا من قلب النقابه انا بتاسف للنقابه وبتاسف لكل طبال وكل عازف وبتاسف لاي حد وجمهوري ان هم سمعوا مني اي الفاظ وبعد كده ان شاء الله انا بقول مش هتتكرر تاني ان شاء الله. واعتذاره ما اتقبلش فردت الفعل على اللي قاله كانت في تجمع عدد من اعضاء شعبه الايقاعيين قدام النقابه ودخولهم ليها وكان طلبهم واضح. لا دي نقابتي انا ونقابته لكل الموسيقيين وده دخيل علينا ده عدو منتسب شطب وتقطع ورقه كده وبالسلامه. انا بتكلم على شاكوش انا ماليش دعوه برضا ولا ريا دعوه بيكا ولا دول دخلاء ودول حد مدعمهم عشان يبوظوا المزيكا في مصر. وباين ان مفيش مجال للصلح. بص لو مين شطب هو شطب انتوا موافقين ان هو شطب شاكوش ده مفيش كلام شطب شاكوش مفيش كلام. مع احترام الرقصات انا اشتغلت مع رقصات واشتغلت وكل طبال الطبال اللي ما اشتغلش مع رقاصه ما يبقاش شاطر احنا اشتغلنا بس انا اشتغل مع رقاصه لكن ما تقوليش بنتك تطلع رقاصه لا معلش مع احترامي للرقصات.